نددت وقفة احتجاجية لموظفي الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات الجهات وطلبت الجهات المعنية بالتدخل لإيقاف التدخلات السافرة في عمل المؤسسات بعيدا عن القوانين والتشريعات. لا للإقصاء، لا للاستحواذ، ولا للممارسات المخالفة للقانون والقرارات التعسفية التي يحاول البعض فرضها بقوة السلاح لخدمة أناس بحد ذاتهم. إصدار التعيينات وفرضها على مؤسسات الدولة، تعيين وإلغاء الآخر ممارسات من شأنها إضعاف الجبهة الداخلية، وهو ما يسعى العدوان لتحقيقه بعد عجزه عن هزيمة الشعب اليمني طيلة عامين من المواجهات العسكرية، فهو المستفيد دون غيره من تفكيك وحدة الصف التي ستؤدي إليها مثل هذه الممارسات. الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات تعرضت لصد مسلح ونهب عدوان من قبل الأخ وزير الخدمة يكلف شخص موظف في مجلس النواب بالعمل رئيسا للهيئة، وألغى السلطات العليا السابقة كاملة، ليس له حق بهذا. وقفة احتجاجية هي الثانية لموظفي الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات رفضا للمجاميع المسلحة المتواجدة في المبنى والمطالبة بتطبيق توجيهات رئيس الوزراء على الواقع العملي واحترام التشريعات والقوانين النافذة. طبعا ما قام به الأخ الوزير هو تجاوز لسيادة الدولة بكل المعايير. يعني اتمنى ان يعني مش معقول وزير يعين نائب وزير، هذا اولا. ثانيا ارجو من الجهه ذات العلاقه اخراج الجماعه المسلحه من الهيئه، لان 4 ايام من الان لا نستطيع الدوام. نناشد دوله رئيس الوزراء والاستاذ صالح الصماء بضبط المستولين على الوظيفه العامه عن طريق الاستيلاء من قبل اشخاص مسلحين وعن خارج نطاق النظام والقانون. إجراءات تعسفية لا تخدم القضية الوطنية في وقت تتعرض البلد لعدوان غاشم لا يفرق بين هذا أو ذاك، معتبرين أن هذه الإقصاءات ستولد الأحقاد وتذكي الخلافات وتعمل على تقويض التعايش وهدم جسور الثقة والتي قد تؤول إلى قطع طرق الشراكة. أمضينا كل عمرنا في العمل وكنا نتمنى أن نكرم على الأقل في مرتباتنا، لكن للأسف لا. اللي حدث بالأمس شيء كما قلت لا يفرض لا لا لا, لا يشرف كل اليمنيين. من 8 شهور الناس بلا رواتب، يعني مستأجرين، في ناس مستأجرين من 20 ألف رواتبهم 30 ألف، إيش يعني؟ إيش يأكلوا إيش يشربوا؟ ومعاهم مدارس أطفال، مدارس، معاشات، يعني ضيعوا، نحن ضيعوا مستقبلنا. يعني لا الحكومة هذه ولا الحكومة هذه، نحن نتجه لمين؟ كل واحد يرمي نحن للثاني. تصرفات تدعو للتدخل العاجل من قبل العقلاء الحريصين على استمرار شراكة بين القوى السياسية الوطنية المناهضة للعدوان وكبح جماح المتهورين الذين يعملون على فض الشراكة خدمة للعدوان السعودي. سامي الحجري، اليمن اليوم. بريشتي